شوبينج صار أحيانا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. لما بدنا نضعف وندوب الدهون ونعمل جسم رياضي بكل رياحة من دون تعب لا جهد ولا نوادي رياضية، جهاز الجيم فورم 6 باك هو الجهاز لجسم قوي ومشدود وبلا دهون. حارق الدهون جيم فورم 6 باك هو الكتروماسكولر سيموليتر، 10 دقايق بس كل يوم وفينا نحصل على النتيجة يلي بدنا إياها. بيشتغل على كل الميلات، من ورا من قدام وأوبليك كمان، لنتأكد إنه كل العضلات عم يستفيدوا بنفس الوقت. سهل الاستعمال وبينحط بلا ما يبين، في 10 درجات قوة يعني بيصلح للمبتدئين كما للبروفيشنال. بيشتغل على البطارية وفينا نستعمله بالبيت بالسيارة أو بالمكتب. فيكن تحصلوا على جيم فورم 6 باك ب 88 دولار بس. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. فاكيوم كلينر ايكوماتيك هالمكنسة يلي حجمها صغير تنقدر نتنقل فيها برياحة، ومفعولة كبير بقوة 2200 واط، يعني بتسحب وبتشفط كل شيء. مزودة بإبا فلتر للناس يلي معهم ربو أو ضيق بالنفس، وخاصة إذا كان عنا ولاد صغار. وفيها كمان كربون فلتر يلي بيحمي الموتور من الغبرة وتسرب الهواء من الزوايا ومفاصل المكنة. الأكسسوار بيجي أورو ستاندرد، وفرشيتها فينا نستعملها للبلاط والباركي بس نطلع الفرشية لبرا، وللسجاد بس نفوت الفرشية لجوا. فيها تلسكوبيك تيوب بيتطول وبيتأثر مثل ما بدنا وحسب ريحتنا، ومزودة بأكسسوار للبرادة والفوتيات ولزوايا الألومنيوم، وبيجي معها كيس قماش. قوة هالمكنة قدرة تسحب هالطابة البولينج التقيلة، وقدرة تسحبها بأخف قوة بالمكنة، وقد ما نهز فيها ما بتوقع الطابة إلا ما نطفيها نهائيا. إيكوماتيك متوفرة بلونين، الأزرق والبوردو، ومكفولة لمدة سنتين، وبتحصلوا عليها ب 100 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما عليكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. كلنا منعرف إنه كل أعصاب وشرايين الجسم موصولين بالإجرين، كلنا منحب نعمل فوت مساج لأنه من وقت لوقت الشرايين بتعقد مع بعض وبتعمل وجع وتعب وإرهاق، وكتير أوقات منحس بعقدة خاصة ببطة الإجر. هون بتجي أهمية الفوت مساجر، بتستعمل كسويدش مساج يعني وقت بدنا نعمل ريلاكسيشن أو ترابست مساج. لكن يلي عندهم مشاكل بجسمهم 15 دقيقة كل يوم بس، وبترخيلنا كل الأعصاب والشرايين، وبتحرك لنا الدورة الدموية، وبتشلنا الأوجاع خاصة يلي بالظهر أو بالرأس. باختصار الفوت مساجر كأنه رحنا على الشغل الصبح ورجعنا تعبانين، وبس نحط إجرينا فيها ربع ساعة كأنه رجعنا أمنع بكرة بكير منشطين. مكفولة لمدة سنة، فوت مساجر بتحصل عليها ب60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هالريموفر يلي بتشتغل على الخيط، وهيك بطريقة كتير سهلة بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد بالوجه لحواجب والجسم. ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلات إزالة الشعر. هالريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بيضاين لمدة طويلة. هالريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيدكن، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هالريموفر، وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هالريموفر صار فيكن توفروا على حالكن وجع عملية إزالة الشعر وحتى الجروح والحساسية يلي أغلبية مكانات إزالة الشعر بتسببن. ومش بس هيك، رح توفروا مصاري لأنه بس ب 32 دولار رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة أنتوا بالبيت ومن دون ما تزوروا صالة التجميل. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم ب 32 دولار بس فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان.
قد ايه بنصرف مي لحتى نقدر نغسل ونطهر الاكل؟ هل ووتر فلتر بحل لنا المشكله؟ لانه بنقي وبفلتر المي النازله من الخزان لحتى يصير فينا نغسل الخضره والفواكه وكل انواع الاكل بلا ما نعطي الهم انه المي فيها ميكروبات. ووتر فلتر بفلتر على مرحلتين، السيراميك كارتج بفلتر كل الاوساخ والميكروبات الموجوده بالمي باول مرحله، وبتاني مرحله بالنانو تكنولوجي يلي بيزيل كل الترسبات الباقيه. هل ووتر فلتر بيركب بكل انواع الحنفيات؟ وكثير هين التركيب، ما قلنا إلا نحطه على الحنفية ونبلش نستعمله دغري. بتحصلوا عليه ب$30 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. اتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55. إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارتول رح أزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنها تزيدلكن طولكن لحدود 5 سنتيمتر. سمارتول ما بتسبب وجع وما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها قطعة الرابر. بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا بريحة من دون ما تزحتوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارتول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيالا شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن ياه من سنتيمتر واحد لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن الا انه تحطوا قطعه من سمارتول جوات الشوز، هي كفيله بانها تزيد لكم طولكم وما بتسبب لكم انزعاج. سمارتول مصنوعه من مواد مريحه مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الاجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع او حساسيه، وبتضاين لفتره طويله. ب$20 بس فيكن تحصلوا على سمارتول، والعلبه بتتضمن 10 قطع وكل قطعه سنتيمتر واحد. تصلوا بس سلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.